أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم العربي الرياضي، وحلقة خاصة من المغرب من الرباط مع واحد من نجوم المنتخب المغربي السابقين ونجوم الوداد المغربي، طبعا واحد من أندية القمة المغربية، حسن الناظر والمهاجم المعروف. كابتن حسن، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بك هنا في المغرب. تحياتنا ليك، يعني الحياة سعداء ودائما بنكون حريصين على لقاء النجوم السابقين علشان يكونوا دائما قدوة مثلا للاعبين الصغار، فبرحب بك مرة ثانية. أهلا وسهلا. هي في طبيعة الحال هي يعني نقطة مهمة، لأن هذا الجيل يتعرف على لاعبين سابقين، لأن ضد كلمة لاعبين قدامى طبعا سابقين، لاعبين سابقين، لأن كاين العديد من السابقين، العديد من اللاعبين. يعني لما نتكلموا على العرب، يعني اللي شرفوا الكرة العربية المغربية أو المصرية أو الجزائرية من أهم النقط اللي الأجيال الحالية تعرفها، أو حتى مش الأجيال بشكل عام أو الجماهير، إنما الأجيال الراغبة في إن هي تكون يعني لاعبين لكرة القدم. البعض بينظر إلى مشوار كرة القدم إن حاجتين، إن شهرة ومقابل مادي، انما ما بيشوفش في وسط المشوار ده ان في سقطات وفي كبوات وفي نجاحات وفي انجازات وفي اخفاقات وفي حاجات كتيره جدا. انما بدايتك قبل ما نتعرف عليها عشان نتعرف عليها، انما علشان كل لاعب ممكن يكون بداياته زي بدايتك، ما يفقدش الامل، ممكن يكون لاعب مشهور ومهاجم مشهور او حارس مرمى او غيره. من بداياتك انت هل كان فيها صعوبات ولا كانت بدايات كان فيها مساعدات من ناس كتير حولك؟ يعني كان بعض الشيء كان صعوبات، لان الاجيال تختلف، يعني الزمن كيختلف، الاوقات كتختلف، يعني عده اشياء كتختلف على جيلنا على الجيل الحاضر. لان صعوبات، لان باش توفر بين الدراسه وبين الرياضه، يعني كان صعيب. لكن رغم ذلك كانت الرغبه والعزيمه القويه، يعني باش توصل لواحد الهدف. لكن الهدف الاول كانت هي الدراسه قبل كره القدم، لان كنعرفوا في يعني في الوقت في يعني كنقولوا يعني في وقتنا، يعني حنا كانوا الاباء كيصروا على الدراسه. يعني لاعب كره القدم يقول لك بان لاعب كره القدم هو الفاشل دراسيا، يقول من يلعب كره القدم فما عندوش اخلاق. هذا هو اللي كان قبل. لكن رغم ذلك الحمد لله، لان تربيت في عائله رياضيه، لان الوالد ديالي الله يرحمه كان كيحب الرياضه خصوصا كره القدم، لانه كان بيلعب كان من المحبي وعشاق فريق الوداد الرياضي. وثانيا يعني كنت السكن كان قرب مركب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. يعني كان عندي واحد الطموح دائما، كنمر بجانب الملعب كنقول في يوم من الايام حتى انا نكون لاعب داخل الملعب وسط الجماهير اللي انت بتتفرج عليها. بس من الواضح انك انت كنت برضو يعني من مشجعي الوداد حتى قبل ما تكون لاعب في الوداد. بطبيعه الحال كيف قلت لك، العائله كلها وداديه، يعني الى يومنا هذا حتى ابناء كل شيء كيحب فريق الوداد. يعني قلت لك كانت الرغبه قويه، باش يعني اولا كانت الدراسه وثانيا كانت كره القدم. يعني وقت كنلعب مع فريق الاحياء يعني وكانوا متتبعين دائما يقول لي خاصك يعني تلعب فريق، بما ان في مدينه الدار البيضاء يا اما الرجاء يا اما الوداد يا اما النجم الشباب، لان كانوا باربع فرق في الدار البيضاء في القسم الوطني الاول، يعني الطاس نادي شباب الوداد الرياضي والرجاء الرياضي. لكن بما ان كانت لاعب الوداد، ولكن رغم ذلك ما كانش عندي رغبه باش نلعب مع اي نادي. كان بالنسبه لي الدراسه كانت مهمه، يعني نلعب مع فريق. كانت الدراسه وقتها مهمه، كنت انت اللي فرضها على نفسك ولا كان الوالد والوالده بيقول لك لا لازم تخلص دراستك الاول وبعد كده تشوف؟ يعني كان الوالد، وحتى احنا شخصيا لان يعني في هذاك الوقت لكن بعض اصرار يعني بعض الناس، والافقدت الامل باش نلعب كره القدم. يعني من بعد الموت ديال الوالد ديالي الله يرحمه، يعني في سنه 1981، يعني انا من بدري قوي يعني ما لحقش يشوفك وانت في التالق مع الوداد ومع المنتخب المغربي وفي مايوركا وغيره من الانديه للاسف الشديد. لهذا يعني باش نقول، لان جميع الاهداف اللي كنت كنسجل دائما يعني كان
في ما سجلش هدف كنقول هذا لك يعني للوالد الله للوالد الله يرحمه. ولي حتى هي يعني كنت فقدت الامل يعني باش نلعب كره قدم، لان فقد الاب ما خلانيش نكمل يعني نفكر في كره القدم الا بعد اصرار بعض الناس. اللي في الاخير يعني مشيت عملت واحد التجربه مع فريق الوداد يعني في هذاك الاسبوع يعني تحت فريق الوداد، وشاركت في اول مباراه، اول مباراه سجلت جوج الاهداف، من بعدها ثاني مباراه ثلاث اهداف يعني، وهنا كملت يعني بدات ابتديت في الوداد صغير في السن من الواضح يعني، ولا ابتديت اول نادي ابتديت فيه كان هو الوداد؟ هو الوداد من الصغار من الناشئين. بالصغر لما انا كنا كنلعبوا في يعني مع فريق الاحياء، نلعبوا بعض الدوريات مع لعبنا دوري مع فريق الرجاء، كانوا عده فرق، وفريقنا هو فريق الاحياء هو اللي فاز بالدوري. كان حي ايه اسمه؟ حي المعارف بالدار البيضاء، انتصرنا على فريق الرجاء في النهائي. تصريح ليك قلت ان 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 مع قله دوري الاحياء وبقى في قله في المواهب، ما بقاش في مواهب زي زمان يعني، هل انت شايف انك فعلا الاحياء كانت هي اللي بتفرز او بتطلع لعيبه عندهم موهبه ممكن يكون الوداد او الرجاء او غيرهم من الانديه؟ بطبيعه الحال، لان الاحياء كان لها دور كبير، وما نساوش بان المدارس حتى هي كان لها دور كبير يعني في المواهب، حتى من كنتكلموا على الاحياء حتى من ناحيه التكوين. الان التكوين في هذا الوقت الحالي خاص يعني يلزمك الدبلومات، يلزم يعني المؤطر. طب ازاي كان وقتها ان الاحياء او المدربين اللي في الاحياء بيخرجوا مواهب وما كانش عندهم الدراسه ولا الرخصه التدريبيه، ودلوقتي مع وجود الرخصه التدريبيه وغيرها بقى في قله في عدد المواهب؟ لان اولا كانت المواهب في الاحياء في المدارس، لان كانت البطوله المدرسيه، اللي البطوله المدرسيه يعني كانوا فيها لاعبين يعني كثير من 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 المواهب. والاحياء لما كانت تلعب الاحياء مثلا واحد اثنين الان المؤطر في يومنا الحالي يعمل لك يعني كيف تعمل واحد اثنين. في السابق يعني كنت تعمل واحد اثنين مع الحائط، يجي عندك مدافع مع الحائط يعني كتضربها من يعني من كيف كنقولوا مع الحائط وتمر من بالضبط يعني واحد اثنين مع الحائط. يعني هادو اشياء اللي تعلمناهم في الازقه، لان يعني كتخرج من يعني من المدرسه كره القدم، المدرسه كره القدم، يوم السبت مع يعني اليوم كامل ولا يوم الاحد كره القدم يعني يمكن لك تلعب ثلاثه حتى اربع مباريات في اليوم. يعني هذا هو كان التكوين اللي كان عندك، كان دائما ديك العلاقه مع الكره، دائما انت مع الكره يوميا. حتى مع وجود يعني انت شايف حتى مع وجود الاكاديميات وفي الوقت الحالي سواء كان الاكاديميات الخاصه او الاكاديميات الانديه، ده ما غطتش او ان هي ما عوضتش دوري الاحياء بالنسبه للمغرب؟ هو كاين فرق، لان قلت لك في السابق كان المواهب كثيره، الان قلت المواهب، لان قلت المواهب قلت قلوا الملاعب في الاحياء، البطوله المدرسيه يعني حتى هي قلات، حتى الشبان ما بقاش عندهم يعني ذاك الفكر ديال الرياضه. يعني هنا نتكلموا على الرياضه عامه، ماشي غير كره القدم، مش الاحترافيه يعني. لان في المدرسه كان مثلا في المدرسه يعني يعني كنت في نخبه كره القدم، كره الطائره، كره السله، وكره اليد. يعني كنت كنلعب هاد اربع كل لعبه وكنا يعني ممتازين في جميع هاد الرياضيات. الان الاكاديميات الان ما كتنتظرش بانه لاعب يعني لاعب في المستوى الكبير يعني يجي عند الفريق، لان كنلقاو مشكل الان يعني مثلا فريق الوداد ولا فريق يعني خاص تبحث على اللاعب الموهوب.
يعني كثروا عده فرق صغرى اللي حتى هما عندهم هذه المواهب، غير اللي يعني الفرق الكبرى وكتلقى الفرق كتلقى مشاكل مع هاد اللاعبين. والاغلبيه الاباء يعني كيفضل الان في وقتنا الحاضر بان الابن ديالو مثلا يعني كيفضل الابن ديالو يكون في اكاديميه مثل اكاديميه محمد بس بنت. بس خد بالك لو جينا نقارن يعني لو اشتركنا في الحديث نقارن ما بين الاحياء كانت فرض شروط طبيعيه على اللي بيلعب في كره القدم. يعني حتى تلاقي اكيد وانت بتلعب هتلاقي ان يقول لك انا الفريق ده الحي معارف هيمثلوا حسن وفلان وفلان وفلان، يعني ان الموهبه بتفرض نفسها. اللاعبين اللي هم ما عندهمش الموهبه هم كانوا بيبقوا على جنب يعني بيتفرجوا بيشجعوا وهكذا. انما الاكاديميات ممكن تكون ليها ميزه وليها عيب، ان بقى اللي معاه ماده يقدر يلعب كوره، انما كان قبل كده اللي عنده الموهبه هو بس اللي يقدر يلعب كوره. اعتقد هو ده الفارق ما بين الاكاديميات وما بين الاحياء. مثلا اكاديميه غير محمد سادس اكاديميه ولا بعض الاكاديميات يمكن نتكلم على فريق الفتح الرباطي مثلا كذلك، يعني ما يمكنش لك يعني عندها لا علاقه بالماده، عندك موهبه لان الان بس خد بالك برضو اكاديميه مثلا الفتح الرباطي كم لاعب ممكن ياخدوهم، يعني ممكن 10 100 200، انما الاحياء كان اللي يقدر يلعب يلعب يعني. فده اللي قصدي، هي الاحياء اللي يمكن يلعب يلعب. يعني كنقول لك مثلا المشكل اللي وقع فيه فريق الرجاء وفريق الوداد، العديد من اللاعبين ديال مدينه الدار البيضاء يعني موجودين في اكاديميه محمد السادس ولا في فريق الفتح الرباطي، لان حتى الاباء يفضل الابن ديالو يكون في اكاديميه محمد السادس لانه كتوفر لك جميع الامكانيات، التعليم، الدراسه، تلعب كره القدم، الاكل، الناحيه الطبيه، يعني جميع الامكانيات. يعني حاجه واحده يمكن كتخليك يعني مرتاح باش تلعب كره القدم، يعني حتى من التكوين كيكون عندك تكوين يعني في المستوى العالي. يعني كنلاحظوا المباريات ديال ملي كنشاهدوا اكاديميه محمد السادس، يعني كنشوفوا اللاعبين يعني صغار يعني في المستوى، يعني بان التكوين بمعنى الكلمه. الاغلبيه الاباء حتى هما كيفضلوا لان بطبيعه الحال كيشوف المستقبل ديال الابن ديالو، كيشوف مستقبله كذلك في الابن ديالو كلاعب ديال كره القدم. طيب ارجع واقول لك انك انت نرجع لاول الموضوع بتاعنا، انك انت ابتديت في الاحياء وبعد كده ابتديت في ناشئين الوداد واستمريت في الوداد بقى الفتره الطويله وحرصت كمان بطولات، حرصت هداف الدوري مع الوداد مرتين. التجربة دي أو الفترة دي بالنسبة لك كانت شفتها إزاي؟ يعني شفتها من جانب كمشجع للوداد ومحب للوداد، ولا من جانب إنك أنت خلاص بدأت طريق الاحتراف بدليل إنك أنت فيما بعد احترفت في العديد من الأندية، منها طبعاً مايوركا وغيرها وبنفيكا؟ هو أولاً بطبيعة الحال هو الحب ديال فريق الوداد على منذ الصغار، يعني فتحت عيني في عائله كلها وداديه كتحب فريق الوداد. كذلك بدنا فريق الوداد فريق كبير، فريق عنده تاريخ، كيف كنقول فريق الامه. كان عندي طموح وكان عندي هدف باش نلعب يعني فريق الوداد، لعب امام 30 40 الف متفرج من بعد التحق بالمنتخب. يعني كل هذه الاهداف يعني اللي خلاتني واللي عطاتني واحد العزيمه قويه. بس ايه اللي تغير؟ يعني انت اكيد وانت خارج الوداد كمحب للوداد اكيد في شيء اتغير لما دخلت جوه النادي، يعني في تغيرات او في متغيرات حصلت معاك انت شخصيا ولا الوضع كما هو كان؟ طبعا كتغير لان ملي كتكون محب للوداد الان لاعب فريق الوداد نادي الوداد الرياضي الاشياء كتغير. يعني هذاك الحب في القلب وهذاك الحب في القلب يعني كلاعب خلاك تعطي اكثر لفريق الوداد، يعني بجميع امكانياتك بجميع اللي تربى تشوف دائما فريق الوداد في القمه.
Want daar is João Pinto. Daar is 2-1. Is het niet buitenspel? Het is toch buitenspel? Hij telt hem. Hij telt hem. Hij wijst gewoon naar het middenmuur. De Tolipa. De Robo Tolipa. Tirando o cruzamento. Van Sena. Tirando o segundo. Sete minutos. Ik heb het snel genomen. Ja, het voorkomt dat het 2-2 wordt. Maar nu is het doel wel leeg. En nu is het 2-2. En nu is het strookje uit. طب انت اكتشفت ازاي الموهبه بتاعتك؟ ولا حد اكيد في حد قال لك حسن انت ممكن تكون لاعب كويس عندك مستقبل؟ دايما التقييم بتاع الناس اللي حواليك بيديك ثبات في انك انت فعلا على الطريق الصحيح. ده حصل ازاي؟ طب الحال لان فريق الاحياء لما كنا نلعبوا فريق الاحياء انت بالنسبه لهم مميز. طب قلت خلاص انا دلوقتي اخذت ال لا دائما كتسجل اهداف وفريق الاحياء كان كتلقى جمهور يعني كيتفرج كتلقى متتبعين ديال الفرق كتلقى ناس يعني الاقرباء ولا حتى المدرب ديال الفريق ديال الاحياء كيقول لك بامكانك تلعب فريق الوداد بامكانك تلعب فريق الرجاء الاخر يجي عندك يعني تمشي لفريق الرجاء الاخر تمشي لفريق الوداد يعني هاد دائما تسمع نفس الكلام كتشوف بان شفت يعني نفسي باني كنسجل اهداف دائما في اي تقريبا في اي مباراه جوج ثلاثه ديال الاهداف هنا يعني بديت كنلاحظ بان بامكاني وكنقول يعني في يوم من الايام يمكن بما ان يعني السكن كان قرب مركب محمد الخامس ممكن يوم من الايام نكون موجود في مركب محمد الخامس اللي كان انذاك. اول مباراه لي كانت في ملعب محمد الخامس كانت مع الوداد ولا كانت مع المنتخب ولا كانت؟ لا مع الوداد. مع الوداد كانت تفتكرها؟ مع الوداد ضد نادي الجيش الملكي. مباراه قويه مباراه كبيره. مباراه قويه. انت تتكلم في الثمانينات يعني تتكلم في 85 صح يعني الجيش الملكي كان في قوته يعني واعتقد وقتها وقت في الثمانينات بطوله افريقيا للجيش الملكي وكان فيهم تيمومي وغيره من اللاعبين تيمومي وحسينه يعني كان فريق قوي حتى فريق الوداد كان يعني بعض المرات شاهد نفسي لما تنادى عليا باش يعني نكون موجود في هذه المباراه يعني كنت فاك احتياطي ممكن مش مستوعب هو فعلا كيف انا موجود كيف تمت البلادات العليا مع الفريق وكذلك اول مباراه تواجه فريق الجيش الملكي اللي كان فريق قوي ماشي من الناحيه يعني من اكبر الفرق القويه في افريقيا المباراه كانت انتهت بالتعادل 0 لبيتلي وهذه المباراه اللي شاركت فيها 10 دقائق الاخيره وهذيك 10 دقائق لما المدرب البطاش الله يرحمه لما المساعد ديالو كان الخلفي الله يرحمه الوقت اللي قال لي يعني قم للاحماء الاحماء انت متاكد؟ يعني ماشي كان كم سنه؟ كان عندك كم سنه وقتها؟ 19 سنه 19 سنه يعني لان حتى فريق الوداد كان موجود به يعني اربع مهاجمين يعني واربع مهاجمين في المستوى الكبير وانا هو يعني هو الخامس هو الشاب لكن بما انني كنت في الشبان يعني سجلت 36 هدف مع الفريق الشبان يعني فزت بهدف الدوري ديال الشبان يعني بطبيعه الحال يعني كانت حتى المدرب يعني كيقول لك يعني انت موجود هنا لانك عندك مستوى باش تكون مع فريق الكبار. طبعا طبعا بس تجربه الوداد بالنسبه لك هي تجربه محب للوداد وتجربه لاعب. امتى قلت او امتى ده اللي انا عايز برضو توصله لكل المشاهدين او كل الاولاد الصغيرين امتى قلت انا دلوقتي ماشي على الطريق الصح وان انا فعلا بالخطوات دي هوصل كلاعب دولي او لاعب معروف او عندي يكون اسمي في تاريخ الوداد او تاريخ المنتخب المغربي يعني مع فريق شبان لان فريق شبان يعني كيلعب رسمي في الفريق وكان نسجل يعني اهداف كثيره يعني يبدا عندك ذاك الطموح باش نولي هداف ديال الدوري وكذلك
طموح يعني باش نوصل للفريق الاول اللي كانت يعني الفريق الاول ولما تنادى عليا المنتخب منتخب الشبان هنا يمكن نقول بان الفكر ديالي يعني ولا في يعني في كره القدم لا بد من نوصل الهدف ديالي بطبيعه الحال. رغم ذلك يعني كانت الدراسه كنت مازال كندرس يعني كانت عندي مازال كان في الدراسه لكن يعني هذه من هنا يعني كنستوعب بان المسيره ديالي ان شاء الله غتكون في كره القدم. الدراسة يعني انت بتتكلم ازاي في الوطن العربي بشكل عام ان احنا ازاي في اوروبا بنشوفها وانت لعبت في اوروبا بيقدر يعمل التوازن ما بين الدراسة وما بين احترافية كرة القدم لسن معين زي ما انت عارف اكيد ان اللاعب لازم ان هو يكمل تعليمه لغاية 18 سنة وبعد كده يختار يا اما يكون دارس في الجامعة وغير وغير ويا اما يكون لاعب كرة قدم محترف. كنا بنتكلم دلوقتي على ان في السابق ان الاهل في مصر والمغرب وغيرها كانوا ضد كرة القدم يقول لك ايه انك انت فاشل دراسيا فتلعب كرة. دلوقتي لا في البعض الاهالي بيقول لك سيب الدراسة وروح العب كرة. فيعني مفيش توازن ما بين الاثنين. يعني ازاي يحصل التوازن ما بين الاثنين؟ طبعا لان في حتى الان في الوقت الحالي حتى من ناحية الدراسية يعني كان هناك يعني بامكانك يعني تلعب كرة القدم ويكون عندك وتدرس يعني ماشي مشكل. يعني في الوقت الماضي لا ما كانش يعني كان صعيب باش بين الدراسة وبين كرة القدم لان الان كاين الانترنت مثلا في الجامعة كاين طلبة يعني يمكن له يتبع دراسته عن طريق الانترنت. في الماضي ما كان لا انترنت لا هواتف نقالة لا كان صعيب يا يعني اما تحضر الدراسة يا اما كره القدم. ويعني كنشوف بان الاغلبيه ديال اللاعبين في الماضي يعني ما استطاعوش يكملوا دراستهم واما اللي كمل دراسته تخلى على كره القدم. الان الامور يعني تغيرات وحتى يعني كيف اشرتي حتى الاباء لا في مصر ولا في المغرب ولا حتى هما يعني كيساعدوا كيدعموا الابناء ديالهم يعني كيدفعوا اموال باهظه باش الابن ديالهم يلعب كره القدم ويكمل دراسه. حتى الان ولات يعني كيف يعني كاين اكاديميات يعني مهما الاهالي دفعوا يعني انت الوالد توفى الله يرحمه بدري جدا والدي الله يرحمه ما دفعش فلوس عشان يكون لاعب كره قدم. يعني لاعب كره القدم هو اللي بيفرض نفسه يعني هو بدون ما تدعمه ممكن تدعمه بس في الحاجات اللي هي ان هو يروح النادي ويرجع من النادي ان هو تجيب له جزمه كويسه تجيب له لبس يعني ده اقصاها يعني انما انك انت حتى مهما دفعت من اموال عشان يكون تصنع لعبه كره قدم ما بتصنعش يعني هي موهبه يعطيك الله يعطيك الله موهبه عندك موهبه المؤطر يعني عندك موهبه المؤطر يعني بعد شيء تكتيكيا ولا بدنيا اللي يعني كيصلحها لك كمال الموهبه موهبه من عند الله والرغبة وال يعني كل هذه أشياء يعني تكون يعني تكون كتحبها باش يعني تلعب كرة القدم لأن شيء ما كنشريوش. صح مزبوط مزبوط. لهذا الآن نقدر نقولوا بأن كنصنعوا اللاعبين. صح. طب قول لي فترة الوداد كانت فترة مهمة جدا بالنسبة لك و حققت حلمك وطموحك وانك انت تكون لاعب في النادي الوداد. الانتقال بقى من الناحيه المحليه الى ناحيه الاحتراف الخارجي، هل ده بالنسبه لك كان سهل؟ يعني كانت نقله سهله ولا كان فيها صعوبه انك انت تتنقل من
جماهيرية الوداد وناديك وغيره لمايوركا في أسبانيا، كانت صعبة النقلة؟ هي كانت صعبة بعد شيء، لأن ما كانش في الدين ديالي بأن أنا يوم نلعب في إسبانيا. الدين ديالي لأن يعني متعلق باللغة، لأن كنعرف بأنها في المغرب باللغة الثانية هي الفرنسية. إذا دائما كنا كنضرو اللاعب المغربي يلعب بفرنسا أو في أي بلد بتتكلم فرنساوية، خصوصا فرنسا لأن المهاجرين أكثرية فرنسا، يعني الدين كان كله فرنسا. لذلك كان دائما عندي طموح، يعني بدات كان النظر ديالي بان حان الوقت للاحتراف، رغم ان بعض الشيء بين قوسين كنا محترفين لفريق الوداد. كانت الفكر الاحترافي يعني الطريقه اللي كنا كنتعاملوا بها مع فريق الوداد تقريبا كان احترافي، لكن بعد الذهن ديالي كان هو الاحتراف. الاحتراف كيف قلت لك دائما فرنسا على حسب اللغه، لكن بالمفاجاه لان الحارس بدو زكي اللي كان موجود بفريق مايوركا يعني حضرنا المغرب يعني وعرض لي باش نلتحق بفريق مايوركا، لان بالنسبه لي بعض الشيء كانت مفاجاه وغير مفاجاه، خصوصا بالدور الاسباني. يعني كانت المسانده او الدعم جه من بدو زكي، يعني هو اللي اتكلم معاك ولا النادي جه مباشره اتكلم معاك؟ لا، هو النادي كان في حاجه للمهاجم. وزباد الزاكي اقترح عليهم اسم حسن ناظر، بانه حسن ناظر لاعب فريق الوداد، هداف 3 مرات نادي الوداد، لاعب في المنتخب المغربي، يعني ورحبوا بيا. يعني جيت دعم من يعني طبعا ده شيء يحسب لبدو الزاكي، انما كان وقتها ما كانش فيه الرواج الكبير بالنسبه لوكلاء اللاعبين وانتقال اللاعبين من والى. اعتقد بعد ما رحت لمايوركا بدأ الاتصال او الكونتاكت مع وكلاء اللاعبين، صح؟ طيب الحال في السابق ما كانش وكلاء اللاعبين، كان يعني عروض، يعني كانت عروض تاتي مباشره للنادي او للاعب، للنادي وخصوصا للرئيس انذاك اللي هو المرحوم عبد الرزاق مكوار. كنعرفوا بان عبد الرزاق مكوار شخصيه قويه من الرؤساء، اظن بانه من الرؤساء السابقين لعهدهم. لان لو كان عبد الرزاق مكوار موجود حاليا، لانه كان احترافي وكان السابق الاول في ذاك الوقت، لان عبد الرزاق مكوار من اقترح الاحتراف هنا في المغرب، من اقترح تنظيم كاس العالم في المغرب انا ذاك في الثمانينات، يعني وخذوا بالسخريه. الان رجعنا بقى له يعني كان سابق عهده، يعني كان سابق وقته، سواء في الاحتراف سواء كان في كاس العالم في البطولات القاريه وهكذا. طبعا الحال حتى بطريقته التعامل مع اللاعب، طريقته يعني بالطريقه ديالو كان سابق. لان حاليا بهذه الامكانيات كل اللي موجوده، يمكن نقول بان الان فريق الوداد يكون تكون عنده الان اكثر من ينافس الاهلي مثلا في الشامبيونز ليج، لانه كان سابق العدو، كان احترافي، كانت دائما الاتصالات دائما كتكون عن طريقه. لكن عبد الرزاق كيفكر يعني واحد التفكير ديال المستقبل، دائما يعني كيتكلم عنا بحال الابناء ديالو، عنده الابن ديالي هي او وليدي. جاني واحد العرض من الفريق، ولكن انتظر واحد شويه لان ما قبلتش هذاك العرض، لان كنفكر في المستقبل ديالك. وفعلا لما جات الفرصه ديال مايوركا فما اعترضش وتنازل عنك لمايوركا. مشيت بس دي برضو نقطه من الواضح ان هو كان فعلا سابق وقته، لان كان في الوقت ده ما كانش في احتراف ممكن يقول لك لا انا متمسك بيه، هو هداف الوداد وهداف الدوري المغربي، الجماهير ممكن تحاسبني وتقول لي انا ازاي ان انت فرطت في حسن وهكذا. من الواضح ان هو بالعكس كان عنده شخصيه قويه، ان هو شايف ده مصلحة اللاعب ومصلحة النادي برضه. لا فهمت حالك، هذاك سابق عهده، لان كي عنده ما نساوش بانه عبد الرزاق كان سفير المغرب في هولندا، بان كانت عنده شخصية قوية، كان عنده كلمته هنا في المغرب يعني انذاك في الثمانينات وفي السبعينيات. لهذا كنا دائما كان بالنسبة لنا الوليد ماشي الرئيس، لان عارفين بانه يفكر في المستقبل ديالنا، عارف يعني كيفاش يسير الفريق، عارف شنو هو الهدف، دائما كيعرف شنو هو الهدف، شنو هو المبتغى بهذاك الهدف اللي يعني اللي باغي عبد الرزاق بوار.
يعني اعتقد انك انت عاصرت يعني فترتين مهمين جدا في الكره المغربيه، فتره الثمانينات وفتره التسعينات. فتره الثمانينات كانت فيها ليها مواصفات خاصه بالنسبه للاعب المغربي، حتى المنتخب المغربي كان اكثره او كان تاسيسه اكثر من اللاعب المغربي اللي بيلعب في البطوله الوطنيه. بدايه من التسعينات بدا النظر الى اللاعب المغربي برضو اللي ما بننكرش عليه وطنيته وحبه للمغرب، اللي هو مولود خارجيا، طبعا زادت اكتر في الايام الحاليه او في السنين الحاليه. انت شايف ايه الفرق ما بين المنتخب او تكوين المنتخب المغربي في السابق وفي الفتره اللي هي في النص وفي الفتره الحاليه؟ هو في السابق لان اغلبيه اللاعبين تقريبا كلهم لاعبين محليين، لان المنتخب الوطني توج به 6-7 لاعبين من الجيش الملكي، 7-8 من فريق الوداد، 3 من ربعه من الرجاء، كلهم تقريبا محليين، تقريبا 90%. وحتى اللاعبين اللي كانوا موجودين اللي كانوا محترفين هما كانوا لاعبين سابقين في المغرب بالضبط اغلبيتهم. كنذكروا ميري كريمو اللي مشى يعني من المغرب، يمكن عزيز بودربالة من الوداد السويسرا، الحداوي من الوداد من الرجاء السويسرا، أما الله حتى اللاعبين المحترفين بيلعبوا الأول في البطولة زيك، لعبت في المغرب فترة طويلة وبعد كده بدأت تروح. بالنسبة لي من الوداد الإسبانيا نقدر الدين نيبت، بجيد بويبود، طاهر الخلج، باصير، واللائحة طويلة، شيبو وغيره وغيره، شيبو لائحة طويلة. يعني من المغرب عاد لعبنا بأوروبا حتى في المونديال 94 تقريبا، ولا في كأس إفريقيا 88، أغلبية اللاعبين كلهم من محليين، ولكن المحترفين كانوا شاركوا في لعبوا في المغرب عاد التحقوا بأوروبا. يعني من 94 بدات الأمور كتغير، لأن من بعد كأس العالم، قبل كأس العالم لأن كان معنا حجي، حجي مصطفى، كان معنا الصحف، كان يلعب في بلجيكا، يعني كان عندنا تقريبا 3 لاعبين. من بعد رغم ذلك بقوا دائما لاعبين المحليين، ولا يمكن نقول اللاعبين اللي يعني اللي كانوا يلعبوا هنا في المغرب، وحتى 3-4 ديال السنوات هنا في المغرب يعني والتحقوا بفرق اوروبيه. مع الوقت يعني بدا الوضع كيختلف، بدينا كنجيبوا لاعبين المزدادين في اوروبا بالضبط. بس انت شايف ايه الافضل بالنسبه للمنتخب المغربي؟ هل خليط ما بين اللاعب اللي بيلعب في البطوله الوطنيه واللاعب اللي بيلعب في البطولات الاوروبيه، وما بين اللاعب كمان اللي هو مولود في، لان دلوقتي ما شاء الله يعني الجالية المغربية كبيرة جدا في أوروبا بشكل عام، في هولندا، في بلجيكا، في فرنسا. أنت شايف إزاي؟ لأن أعتقد وقت لعبوك للمنتخب المغربي دايما برضو إحنا ما بنحكرش الأمر ده، بس كان في روح تانية مختلفة عن الوقت الحالي بالنسبة للمنتخب المغربي، ما أعرفش هل ده صح أو غلط. هي بطبيعة الحال لأن حتى المستوى ديال كرة القدم في المغرب يعني بدا كينزل بعض الشيء في التسعينيات، المستوى ديال اللاعب المغربي يعني بدا كينزل بشيء بعض الشيء، هذا اللي خلى الناخبين بينزل فنيا ولا بينزل نفسيا، لان ممكن اللاعب يكون ما عندوش الثقه الكافيه في نفسه فبالتالي ما يقدرش يؤدي بشكل كويس في تحت الضغوط. لا بينزل حتى فنيا، لان ماشي غير اللاعب، لا اللاعب ولا حتى المسير كذلك. يمكن نقول بان المسير هو في الدرجه الاولى اللي هو السبب
فالنزول مستوى كرة القدم المغربية، لأن بدينا كنلاحظوا بأن الفرق المغربية في مشاركتها في المنافسات الإفريقية يعني ما بقاش بداك الشكل اللي كانت عليه قبل، لأن عدة أسباب، التكوين ما بقاش يعني في المستوى، المسير الاهتمام ديالو هو يعني المادة، تغيير اللاعبين كل سنة، يعني جلب 14 16 15 لاعب والاستغناء عن 10 لاعبين، تنقل اللاعبين من نادي لنادي، كل سنة كتلقى لاعب نادي اليوم اللي هو في هذا النادي الموسم ولف. الحقيقة طبعا اتكلمنا كتير معك حسن على المنتخب وعلى الوداد وعلى تجربتك مع الوداد ومع مايوركا وبنفيكا وغيرها، انما في الوقت الحالي حسن ناظر واحد من نجوم المنتخب المغربي والوداد السابقين، هل بعد ما دخلت في مجال التدريب هل هو ده المجال اللي انت اخترته لنفسك انك انت تدرب وتفيد الكرة القدم المغربية او نادي الوداد بشكل خاص؟ هو ديبلوم التدريب يعني اخذته من كنت في البرتغال سنة 2001، مازال كنت كنمارس كرة القدم، يعني نهاية المشوار ديالي في 2005. يعني رغم ان خديت يعني ديبلوم المدرب، لكن دائما الفكر ديالي كان دائما هو نكون يعني في الإدارة، مدير رياضي او مدير. يعني ما شفتش نفسك قوي في التدريب في التدريب هل انت شايف ان ما شاء الله المغرب فيها نجوم كثيره جدا في مجال كره القدم على مستوى على بمرور الاجيال، هل ما تمش الاستفاده بها بشكل جيد يفيد كره القدم المغربيه الى الان؟ يعني ممكن منهم المدرب، منهم الاعلامي، ممكن منهم الاداري، منهم يعني ممكن مش كل واحد طبعا لاعب كره ينفع يبقى مدرب او مدير تقني، هل تم الاستفاده من النجوم الكتيره؟ مش عايز اعد عشان كتير يعني ما انساش حد. طبعا هتلاقي الاسماء الاسماء كتيره، لان هذا هو الفكر ديالي، هذا هو اللي خلاني يعني ارجع للمغرب. هذه تقريبا مده ديال 5 ولا 6 سنوات اللي رجعت للمغرب، ارجع للمغرب يعني بالتجربه اللي خديتها يعني في اوروبا كمحترف، والسنين تقريبا مده نقول 16 سنه كلاعب، ويعني وسنتين يعني مع الفريق اللي نهيت معاه المشوار اللي هو فريق فرنسي في مدينه فارو، واشتغلت معاه كمدرب اداري، كيف يعني كنقول ديريكتور سبورتيف. وهاد يعني هاد المهنه اللي حبيتها كثير، لان يعني العديد من الاشياء يمكن لك تعملها وتفيد بها الفريق. يعني هذا هو اللي كان الفكر ديالي اللي خلاني نرجع للمغرب. بعد الرجوع ديالي للمغرب يعني اشتغلت مع فريق الوداد في الاداره التقنيه، بعد مجيء ديال المدرب بنجامين طوشاك الاشراف على الفريق الاول، بطبيعه الحال تطلب مني باش نكون مساعد ديالو، يعني ما رفضتش، لان كانت بامكاني كنقول بانها تجربه. اعتقد انك انت كان يعني لكن لك تصريحاتك انك انت ابن الوداد، يعني اي كان الطلب اللي بيطلب منك للوداد اكيد بتكون مرحب بيه او تكون موافق عليه. بطبيعه الحال، لان كنحب الوداد، ماشي محب، كنحب الوداد. يعني كيف قلت لك زاديت ولا كنبغي الوداد، لان شيء الوداد هذا هو اللي خلاني يعني الوداد رجع، خصوصا اول حاجه نشتغل في الوداد.
يعني نعطيك التجربه ديالي بالظبط للوداد. انت سعيد سعيد يعني بعد ما تقعد كده مع نفسك وتفكر من ما شاء الله من بدايه الثمانينات الى الان، سعيد بالمشوار الكروي بتاعك وسعيد باللي انت عملته، ولا كنت بتقول ايه كان ممكن اعمل اكتر، كان ممكن لو عملت قرار معين كان ممكن يغير حياتي؟ لا الحمد لله انا مرتاح بالمشوار ديالي، يعني مرتاح كل ما يعني ما عملته في كره القدم، لان كره القدم عطاتني كثير وهذا الشيء اللي حققته في كره القدم. الحمد لله ما يمكنش نقول تاسفت لماذا ولماذا، لا، لان كاين بعض القرارات اللي انا اللي اتخذت القرارات، كانت قرارات صائبه ولا ما كانتش صائبه، فبالنسبه لي مرتاح على القرارات اللي خديتها ومرتاح لل يعني المشوار ديالي. ولهذا كنقول رغم ان بعض المرات كنبغيش نفكر في هذا المشوار ديالي كله، كان يعني كان هديه للوليد ديالي الله يرحمه، رغم ما كنبغيش لان كان عندي واحد التاثير، وكنظن بان ديك الوفاه ديالي الله يرحمه كانت هي اثرت عليا بزاف وخلاتني عطيني واحد كانت واحد القوه بالنسبه ليا، وفي اي مباراه كندخل يعني توكلت الذهن ديالي لهذا. الحمد لله هذا المشوار ديالي انا فرحان به، لا اللي لهنا مع فريق نادي الوداد الرياضي ولا مع فريق مايوركا ولا نادي فرنسا ولا نادي بنفيكا ولا مع المنتخب الوطني، ويعني وفرحان تبد يعني هذا المشوار يعني ما بعد اللاعب، رغم ان كنطمح مازال، لان الحمد لله تاع محتم الجامعه الملكيه المغرب لكره القدم الان عملت لنا واحد التكوين ديال فوتبول ديال الماناجمنت اللي تا هو مهم، خصوصا بان عندنا التجربه اللي مريت بها كلاعب لا في الوداد ولا في اوروبا، يعني سهلت لي هذه المأموريه ديال الماناجمنت، لا انا ولا الاصدقاء ديالي مثل نور الدين نيبات ولا بصير ولا قادوري ولا بودربالا، حنا تقريبا 14 لاعب لاعبين سابقين ديال المنتخب واغلبيتهم كلهم لعين يلعبوا في الاحتراف. مؤخرا يعني عهدت العقد ديالي مع نادي الوداد الرياضي كمدرب للفريق التالي، ولكن رغم ذلك دائما الواجهه ديالي هي ان شاء الله مع التكوين اللي خديت ديال الماناجمنت ندير كمدير رياضي ولا يعني كمانجر في اي نادي، لان بطبيعه الحال انا كنفضل الوداد اولا ثم اي نادي اولا، ولكن كمحترف لان كلاعب محترف او كمسير محترف يعني ممكن انك انت تدير الحال، لان انا محترف يعني كلاعب اعطيت كل ما في استطاعتي الانديه اللي لعبت بها، كان بغي الوداد ولكن كمحترف يعني اعطيت كل ما في استطاعتي، كاداري او كمدير تقني ممكن تكون في موجود في اي نادي بس في معاد الرجاء نعم في معاد الرجاء، ولا الرجاء ممكن يدخل جوا الانديه بصراحه الرجاء لا اكيد يعني اي فريق هنا في المغرب، ولا مع كل الاحترام للرجاء طبعا يعني جماهير الرجاء، بس يعني فيها صعب، لاعب الوداد هو لاعب الوداد ومسير الوداد ومسير الوداد، الا ما هو اللهم الا ممكن يكون مدرب اجنبي، انما يكون بادو زاكي مثلا مدرب الوداد او ابن من الوداد يدرب الرجاء ممكن يكون فيها شويه، ممكن بس ممكن يكون فيها شويه تاثير، يعني كيبقى دائما هذا التاثير، يعني بغينا ولا ما بغيناش دائما كيبقى التاثير هذا. انا باحترام فريق نادي الرجاء الرياضي بطبيعه الحال، لان عندي اصدقاء ديالي، عندي كاين مسيرين، كاين احترام متبادل طبعًا. يعني بيننا بين 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 الناس ديال نادي الرجاء الرياضي، ولكن بالنسبه لي اي نادي هنا في المغرب ولا اي نادي خارج المغرب فلما لا، لان كنعتبر محترف يعني، واي نادي اشتغلت به الا وغنعطي كل ما استطاعتي يعني بكل امل وبكل صدق. كابتن حسن نادر بشكرك شكرا جزيلا، سعداء بلقائك، واكيد كل المشاهدين سعداء بان هم يشوفوك على الشاشه وفي نفس الوقت يسمعوا كلامك ويسمعوا عنك اكثر، ونتمنى لك كل التوفيق في المستقبل. شكرا، ودوري نكون كان يعني على الاقل اعطيت واحد الاضافه لواحد الفائده، وتحيه لجميع المشاهدين ومره اخرى اهلا وسهلا بالمغرب وبجميع الشعب المصري الشقيق.
العربي بشكل عام. بشكل عام اشوفك كل العرب وتحيه يعني اننا من المغرب خصوصا من مدينه الرباط لجميع اخواننا المصريين والعرب. اشكرك شكرا جزيلا. بكده وصلنا لنهايه لقائنا النهارده مع واحد من نجوم المنتخب المغربي الفهد الاسمر كما يقال حسن ناظر، واحد من نجوم المنتخب المغربي والوداد ومايوركا وبنفيكا والعديد من الانديه. بشكركم جدا على متابعتكم والى اللقاء.